شاهد الكرام، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى المجلس. ضيفي لهذه الحلقة المشرف التربوي الأستاذ جاسم عبد الشلال النعيمي، المرشح عن تحالف حسم الوطني لانتخابات مجلس محافظتنا. مرحبا بك أستاذ جاسم، نورنا اليوم. أهلا وسهلا، تشرفت بهذا اللقاء. أستاذ جاسم، سؤال تقليدي لكل الأخوة المرشحين، أرجو أن تعرف نفسك على السادة المشاهدين ورقم التسلسل والقائمة وشيء عن سيرتك الذاتية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاسم عبد الشلال النعيمي، مرشح تحالف الحسم الوطني 219، تسلسل 35، من مواليد 1968، حاصل على البكالوريوس التعليمي من الكلية التربوية المفتوحة. أعمل مشرفا تربويا، فضلا عن أني رئيس تحرير مجلة صدى الريف، المجلة الوحيدة في العراق المهتمة بالشأن الريفي، إضافة إلى أني عضو مؤسس في الرابطة العربية للنسابين والمؤرخين، وعضو مركز الأبحاث والدراسات في الوقف السني، وهناك عدة نشاطات أخرى ثقافية واجتماعية على مستوى المدينة أو العراق. طيب أستاذ جاسم، يعني كتل كثيرة، أحزاب كثيرة موجودة في مدينة الموصل، لماذا اختيار قائمة حسم من دون القوائم الأخرى؟ ما هي الأسباب؟ الحسم الوطني هي القائمة الموصلية، استطيع ان اقول الوحيده اللي منبثقه من رحم مدينه الموصل. نعم. مع قائمه اخرى، يعني اكثر من قائمه اخرى. نعم. ايضا في هذا الاتجاه. نعم. فالحسم الوطني كانت يعني رايتها انها تتماشى او تتناسب مع الافكار اللي احملها من حيث المشاريع او الافكار، المشاريع او الاهداف اللي طرحتها هذه القائمه. نعم. لانتخابات مجالس المحافظات. نعم. فرأيت تتناسب مع أفكاري. نعم. لهذا تشعر قريبة عليك، قريبة. نعم، ما جدا تحمل من هموم. نعم. طيب يعني أستاذ جاسم، المواطن على مدى سنوات، الأخوة السياسيين الناشطين كانوا دائما يطالبون بوجود أو ميثاق تشكيل كتلة نينوية تحملها من نينوى خالصة. العديد من الشباب حاولوا لكن كان العائق المادي يعني صعب أمامهم، ولهذا توقفوا، لكن طموحهم لم يتوقف. إحنا بحاجة إلى مثل هكذا كتلة نينوية، هي ونينوى لأهلها مثلا، تعبر عن طموحاتها لنينوى. طبعا هذا هدف كل موصلي. بعد قائمة الحدباء لم تظهر قائمة تمثل كل أطياف محافظة نينوى، وإنما ظهرت عدة قوائم مختلفة، بعضها ذات مرجعية من خارج المحافظة. نعم. وبعضها مرجعية داخل المحافظة. نعم. اليوم انبثقت تحالف الحسم الوطني فضلا عن قائمة نينوى لأهلها، نوعا ما هاتان القائمتان هم يمثلان الشارع الموصلي. نعم. فضلا عن أنه وجود قوائم أخرى. نعم. أيضا ممكن بعد الانتخابات يصير تحالف يعني داخل مجلس المحافظة ليمثلون الشارع الموصلي. المجلس يختلف عن البرلمان لأن المجلس همومه محلية، فلذلك أنا أعتقد أنه راح تتشكل كتلة أو تحالف يعني داخل مجلس المحافظة يمثل الشارع الموصلي بعد الفوز في الانتخابات. أستاذ جاسم، إحنا ليش نركز دائما على الشارع الموصلي مع أننا إحنا نينوى؟ يعني ليش ما نقول أهل نينوى؟ يعني تعرف هذه نختزل نينوى بالموصل. لا، يعني إحنا دعنا نقول الشارع الموصلي. لا، نقصد به المحافظة. لا، بشكل. لا، بشكل عام. لا، يعني لأنه هي الموصل كانت ولاية. لا. لكن هي بشكل عام هي المدينة. لا. هي قلب هذه المحافظة، فعندما دائما نطرق للشارع الموصلي احنا نقصد به. تقصد عموم نينوى. عموم محافظة نينوى. طيب اليوم تقييمك لواقع الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات كيف تقرأ؟ والله طبعا هاي خطوة بعد تجميد المجلس لسنوات. نعم. بعد تحرير المدينة. نعم. يعني فترة أصبحت طويلة. نعم. في آخر انتخابات الانتخابات الماضية كان تقريبا بحدود 1,400,000
عدد الناخبين في المدينة. اليوم عدد الناخبين 1,700,000، يعني 1,300,000 ضعف المجلس السابق. بمعنى من الممكن أنه جيل كامل 50% من الذين لم يشتركوا في الانتخابات سيشتركوا في هذه الانتخابات. إذا لابد أن تظهر وجوه جديدة، معطيات جديدة، أفكار جديدة. فأنا أعتقد أنه هذا المجلس يختلف عن المجلس السابق، لا قد أستطيع أن أقول 100%، لأنه 1,300,000 راح يدخلون بالعملية الانتخاب، رقم غير رقم كبير جدا يعني. طيب أستاذ جاسم، يعني تجميد مجالس المحافظات برأيك من خلال متابعتك ومطالعتك، ولت فراغ في نينوى عدم وجود مجلس محافظة؟ شوف، كل دائرة لا يوجد عليها رقيب من الممكن أن يحدث فيها أشياء خرق كثير. خرق كثير. الوجود المجلس أنا أرى رغم كل السلبيات اللي ممكن أن تكون، هو العنصر الرقيب على دوائر ومؤسسات الدولة في محافظة نينوى. فعندما فقد هذا المجلس، أصبح مدير الدائرة ارتباطه بمؤسسته بوزيره وبحزبه، وانفرد في إدارة المحافظة. فأصبحت اليوم دوائر محافظة نينوى، وهذه الدائرة للحزب الفلاني، معظم من يقود هذه المؤسسة هم من ذلك الحزب، بلون واحد وطيف واحد، للانفراد لعدم وجود الرقابة اللي كانت صارمة أو في بعض الأحيان ضاغطة من مجلس المحافظة. طيب، الخارطة السياسية وفق وجود 20 كتلة، 20 حزب، 629 مرشح، كيف تقرأ هذه الخارطة بعد الانتخابات؟ كيف ستلتئم الكتل الفائزة برأيك من أجل أنه يشكلون مجلس محافظة واختيار محافظ ونائبيه والتأكيد بعدها مدراء الدوائر؟ طبعا هناك كتل كبيرة راح تحظى بمقاعد، يعني أكثر من 3 أو 4 مقاعد، أو بعضها إلى 7 مقاعد أو 6 مقاعد. فهذه راح يكون لها شأن في عملية تشكيل المجلس وفرض شروطها على الآخرين من حيث التشكيل. بعض الكتل حظوظها قليلة أو نستطيع أن نقول تحصلها مقعد، وبعضها قد ما تحصل هذا المقعد في الانتخابات. لكن بشكل عام العمل السياسي دائما اليوم هم في ملعب كرة قدم خصوم، لكن بعد الفوز راح يصبحون أصدقاء. لابد أن يجلسون على طاولة واحدة ويتحاوروا ثم لتشكيل مجلس مثل جميع أطياف محافظة نينوى، لكن كل حسب ما حقق من نتائج في هذا الانتخاب. طيب أستاذ جاسم، اليوم يعني أكثر من دورة انتخابية عاشتها محافظة نينوى ومجلس محافظة، المواطن شوفه محبط متعب من ما جرى من مشاكل جمة كبيرة عاشتها المحافظة، والمواطن يقول لك يعني أنا أروح انتخاب ما أروح انتخاب نفس الشيء، ما راح أغير شيء. وهذه الانتخابات الرؤى تغيرت برأيك؟ والله أنا اللي ألاحظه اليوم شارع الموصلي يختلف عن يعني النينوي، خلنا نقول حتى لا تستفزك هذه الكلمة. لا ما تستفزكش. الشارع النينوي اليوم مقبل على انتخابات واندفاع كبير جدا، يختلف عن الانتخابات السابقة. شنو وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف من حيث أولا عدد الكتل وعدد المرشحين، إضافة إلى لاحظ الحملات الانتخابية اللي دور والحراك اللي قاعد يدور على الأرض من قبل الآخرين. كل هذا يقنع الناخب أنه يذهب بقوة؟ نعم يقنعه، لأنه عملية التصويت هي تتم من خلال قناعتك بالأشخاص والكتل اللي أنت تمثلها. فكثر عدد المرشحين شجع كثير من الناس على خوض الانتخابات. اليوم بالذات انتخابات، احنا وإن كانت هذه الانتخابات مو وردية كما نتصورها، وعندنا ملاحظات كثيرة يعني حول الحراك اللي الآن يدور، اللي تعرف القبيلة والقرية والمنطقة والعشيرة والأحزاب، فأصبحت الأحزاب شبه قبلية. هو مؤشر على هذه الانتخابات، عذرا نقاطع جنابك، أنه مؤشر عليها أنه
يعني عشائرية بامتياز. لا نعم. نعم عشائرية بامتياز بشكل عام. نعم. ولذلك فرصة الأشخاص اللي نوعا ما يمثلون الطبقة الوسطى والطبقة المثقفة. نعم. والنخب فرصتها نوعا ما تكون أقل من الآخرين. تشوفوا حالة صحية أنه تكون هذه الانتخابات يعني مؤشر عليها عشائرية؟ طبعا هذه حالة غير صحية نهائيا. نعم. وغير جيدة. نعم. المفروض كل إنسان يحمل برنامجه الانتخابي تاريخه وإرثه. نعم. الثقافي والاجتماعي. نعم. والسياسي. نعم. وعلى ضوء ذلك. نعم. أصوت لهذا الإنسان ليس على الولاء القبل. نعم. طيب الناخب اليوم يدرك أهمية وجود مجلس محافظة وجود هذه الانتخابات ومشاركته الفعالة بها يدرك هذا؟ بشكل عام الناخبين اليوم يريدون أن يوصلوا أبنائهم إلى مجلس المحافظة. نعم. بغض النظر عن ماذا سيعمل داخل المجلس. نعم. هل يستطيع أن يقدم شيء أو لا يقدم. نعم. شيء؟ هل لديه القدرة على أن يكون عنصر رقابي أو تشريعي داخل المجلس أو لا؟ طيب المسؤولية مو أمانة؟ طبعاً إذا كان لا يستطيع تقديم شيء ليش يحمل هاي الأمانة؟ هذا رأي القبيلة كما يقال. هذا اختيار الشيخ والقبيلة. طيب. اليوم كل قبيلة تحرص. نعم. على أن تقدم أحد أبنائها. نعم. ولا تريد أن تتخلف عن ركب القبائل الأخرى. فتحاول أن تقدم أحد الأشخاص من أجل الوصول إلى مجلس المحافظة. طيب اليوم الناخب على شنو يعول؟ من أجل تغيير الواقع المتعب اللي يعيشه تعيشوها أهالي محافظة نينوى إن كان بالواقع الصحي التربوي كثير من الملفات. إحنا نستطيع أن نقول إنه بشكل عام بعد الانتخابات راح تفرز شخصيات الوصول إلى المجلس. نعم. هذه الشخصيات اللي تصل إلى مجلس المحافظة إذا كانت مؤهلة لإدارة الملفات المختلفة في المحافظة فأعتقد إنه حقق المواطن ما ارتآه من المشاركة في هذا العرس الانتخابي. صوته ما راح هذا يعني. صوته ما راح. لكن إذا وصلت شخصيات غير مؤهلة إلى مجلس المحافظة وغير قادرة على التغيير أو طرح أفكار معينة أو مشاريع أو رؤى أو لديها همة في مسألة الرقابة على مؤسسات الدولة في المدينة أو تشريع التشريع كثير من القوانين والأنظمة داخل هذه المدينة أنا أعتقد هذه راح يكون إحباط جديد يضاف إلى الإحباطات اللي شعر بها المواطن خلال السنوات الماضية. طيب برأيك يعني مجلس المحافظة القادم إذا كانت المشاركة فاعلة من قبل أهالي محافظة نينوى ومركز مدينة الموصل ممكن مجلس المحافظة القادم بشخوصه القادمين يغيرون واقع المحافظة نحو الأفضل؟ والله أنا أعتقد إن شاء الله بإذنه تعالى. نعم. أنه هذه الانتخابات اللي ستحدث لابد أن يكون هناك تغيير إيجابي وإكمال مسيرة الإعمار اللي شهدتها المدينة خلال سنوات. طيب هو تعرف يعني أنت إذا شارك بقوة والآخرين والآي الملايين تشارك بقوة تنتج مجلس محافظة فعال متعاون يعرف هموم مدينته محافظته ويشتغل عليها بشكل صحيح ويفكك هاي الملفات يعني واحد تلو الآخر حتى يعالجها والمواطن يشعر أنه هناك من يدافع عن هذه الحقوق يدافع عن هموم هاي الناس يعالج واقع المستشفيات واقع الخدمي الكثير من المشاكل اللي يعاني منها الشارع. طبعا إقبال الناخبين أنا يعني حسب قراءتي للساحة في نينوى راح يكون إقبال في الأطراف إقبال جدا عالي يجاوز 70%. حتى التحديث بالبداية عفوا أستاذ جاسم التحديث بالقرى والأرياف أعلى وأعلى 90% ربما. نعم. في بعض الأماكن 100%. نعم. يعني شادين حزامهم ومهيئين لكن المشكلة مستجد. وين المشكلة في قلب المدينة. نعم. وبالذات عند نخب المدينة. نعم. اللي تشعر بالإحباط وأنا أستطيع أنه يعني أنا في بعض الأحيان أهاجم هذه النخب. نعم. لأنه هذه النخب هي الآن تعيش طرف فكري. ليش مؤشر على مركز مدينة الموصل في كل انتخابات أنه أكو شبه مقاطعة؟ شبه مقاطعة أنا قلت لك. نعم. أنه دائما أبناء المدينة نوعا ما مستوى التعليمي عالي مختلف. نعم. مختلف
فيعدون نوعا ما من 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 النخب اللي موجودة. هذه النخب تعاني قبل قليل قلت الترف الفكري، فقط تنظر تنتقد توجه، وليس لديها وليس لديها رغبة بالمشاركة بالعمل السياسي نهائيا، لأنه حالته مستقرة المعاشية، أموره طيبة، وضعه عدل، فما يريد يشغل نفسه بصراعات حزبية وسياسية، أموره ماشية لكن متى يساهم؟ عندما يستشعر أنه بحاجة إلى سند قوي، سند قوي، يبدأ عاد يحاول أن يجد له من يتكئ عليه. وهذا يعني صراحة يعني بشكل عام يؤثر عليه يعني بالدرجة الأولى، وكثير من الشخص اللي رشحت إلى مجلس المحافظة، لأن احنا اعتمادنا بالدرجة الأولى على الطبقة الوسطى المثقفة في هذه المدينة والمتعلمين فيها. مستر جاسم، ما تغيرت هذه المفاهيم لدى هؤلاء اللي طرحت قبل شوية، هؤلاء النخب بعد هذه السنوات، بعد هذه المخاضعات العسيرة، ما تغيرت هذه القناعات؟ والله بانتخابات البرلمان ما كانت ماكو تغيير، ماكو تغيير. أعتقد مجلس المحافظة نوعا ما تغيير، لكن ليس تغيير كبير جدا. طيب يعني جنابك مرشح اليوم، بالتأكيد عندك قراءة لواقع محافظة نينوى ومدينة الموصل، ما تعاني من مشاكل، عندك فهم واطلاع لما يعانيه الشارع، المواطن، المشاكل، احتياجات الناس، ماذا تريد أن تقدم إذا شاء الله وكنت في مقعد مجلس المحافظة؟ طبعا أنا من هذه المدينة، فأكيد أعرف همومها ومعوقات الحياة فيها، المعوقات اليومية، اليومية هذه، إضافة إلى الأفكار اللي نحملها من أجل تطوير هذه المدينة لتعود كما كانت هي مثل ما نقول رأس جمجمة العراق، رأس العراق. أنا مخالطتي أحد يعني كوني تربوي بالدرجة الأولى، سوف يكون همي تربوي أكيد، ثم ثقافي واجتماعي لمعالجة كثير من الأشياء اللي موجودة في داخل مدينة الموصل، والالتفاف حول يعني الوسط الثقافي من أجل إحداث بيت ثقافي يمثل هذه المدينة ويكون رمز لهذه. ليش ما يكون عندنا قصر للثقافة؟ وهذا اللي أريد أصل أن أقوله، يعني أنه يكون لدينا قصر للثقافة يجمع كل المثقفين. هذه الحالة أنا رأيتها في بغداد من خلال المركز البغدادي عندما كنت نازح 2015-16 و17 في بغداد، موجود مركز يمثل نوعا ما في يوم الجمعة، ترى كل المثقفين بكل أطيافهم وكل أصنافهم موجودين في هذا حتى المكان. نحتاج يعني مثل شارع المتنبي، يعني كان عندنا شارع النجفي يباع به الكتب ويلتقي به المثقفين، يعني ليش ما نفكر أنه يكون عندنا مثل شارع المتنبي حتى لو صغير، بس يكون لقاء ليوم الجمعة لهؤلاء الشخوص، هؤلاء النخب، هؤلاء النخب الثقافية، مقهى كبير، يعني نفكر في هذا. هي هذه سوف يعني أحد تكون مشاريع اللي يعني إن شاء الله إذا المستقبلية في مجلس المحافظة، فضلا عن البيت الثقافي، القصر الثقافة والفنون اللي احنا نبحث عنه. استاذ جاسم، استأذنك بفاصل بعدها نكمل حوارنا. شاذ الكلام، فاصل قصير ثم نعود. استاذ الكرام، اهلا بكم من جديد. استاذ جاسم، نرحب بك مره اخرى بالطريق الى المجلس. استاذ جاسم، تاكيد كل مرشح من اخواننا المرشحين لديه برنامج انتخابي يعمل به، البرنامج الانتخابي اللي شوفه ضروري في هذه المرحله لك، تفضل. طبعا كل مرشح لابد ان يكون عنده برنامج انتخابي، وهذا البرنامج يتناول كل مفاصل الحياه داخل المحافظه. أنا سبق قلت لكوني مشرف تربوي، همك الأول التربية، بالدرجة الأولى، لأني أعلم
كيف تدار هذه المؤسسة التربوية، احتياجات هذه المؤسسة التربوية، احتياجات ملاكاتها التعليمية والتدريسية. فلذلك اختصاصي وهمي بالدرجة الأولى راح يكون هي التربية والتعليم في المحافظة وما تحتاجه هذه المؤسسة. شنو اللي ببالك حتى يطور واقع التعليم في نينوى؟ احنا أول مشكلة عندنا هي مشكلة فك الازدحام، هذه المدارس المزدوجة في المدارس المزدوجة وتقليل أعداد التلاميذ داخل صف في 60-70 داخل الشعب. التعليم إذا ما النقطة الأولى هذه اللي راح طيب أستاذ جاسم، ما أشوف التعليم عندنا مدارسنا خاصة الابتدائية المتوسطة لا زال كلاسيكي ونفس الشيء، يجي المدرس أو المعلم يلقي المحاضرة ينطي الطلاب واجبات ويروح، يعني ماكو عندنا مثلا تحفيز للطالب، نحاول أنه نكتشف مهارات نطور هذه المهارات للكثير من الأطفال من الشباب. احنا طبعا هذه احنا نسميها طرق التدريس اللي تحدث طرق داخل التدريس. طرق التدريس اللي تحدث داخل المؤسسة هناك أنواع عدة، لكن الغالب الأهم والشائع اليوم في مدارسنا هو الطريقة التقليدية. السبب هو كثرة أعداد التلاميذ داخل الشعبة. هذه الأعداد راح يتحجم دور المعلم، والمعلم لا يستطيع أو المدرس أن ينتقل إلى طرق أخرى تحتاج أعداد أقل واستخدام وسائل تعليمية إضافية. في كل يعني في بعض المدارس اليوم احنا عندنا مدارس تعليم النشط، اكو عدة مدارس خصصت لتعليم النشط والتعليم الإلكتروني والتعليم الكذا، لكن هذه محدودة. وسبب محدودية بحاجة إلى توسعة طبعا. سبب محدودية هو قلة الأبنية، قبل قليل ذكرت قلة الأبنية المدرسية. المعوق الرئيسي في وجود في تدني بعض المستويات التعليمية هي كثرة أعداد التلاميذ داخل الشعبة الواحدة وازدحام الصف وازدحام المدرسة والدوام المزدوج ثنائي وثلاثي في بعض المدارس. هذه لها تأثير سلبي وانعكاس سلبي على العملية التعليمية. فالخطوة الأولى هي توفير الأبنية المدرسية من أجل تقليل أعداد التلاميذ. الخطوة الثانية هي إدخال هؤلاء المعلمين دورات تنشيطية تطويرية من أجل استخدام طرائق تدريس حديثة. طيب أستاذ جاسم، قبل كان درس الرياضة فعال، درس الفنية يعني كان المعلم فنان، يعني تشوفه يجي بالعود ويسمع الأطفال الأغاني ويكتشف أصوات، وكثير من الأصوات موجودة حاليا فنانين معروفين جاءوا عن طريق اكتشاف المعلم الفنية، أو رياضيين عن طريق معلم الرياضة، عن طريق منتديات الشبابية. ليش هاي الأمور غابت عن هذه الدروس، أصبحت يعني فراغ، أو مثلا يخلون الطالب العفو يكنس الصف يكنس المدرسة؟ يعني هل دروس مهمة لكن ضايعة عندنا مع الأسف؟ احنا أهم درسين عندنا اللي هما الرياضة والفنية والنشيد والموسيقى الذي ألغي. النشيد والموسيقى احنا في الدراسة الابتدائية كان يعلمون النوتة شو اليوم اختفى هذا الدرس من وأضيف إيش إلى مادة التربية الفنية. أكرر أنه ازدحام الصفوف والوقت المخصص لكل مدرسة دوام ثنائي وثلاثي، مما يضطر إدارة المدرسة تركز على الدروس المهمة كالرياضيات والإنجليزي واللغة العربية على حساب إيش دروس أخرى اللي هي مثل الفنية الرياضة حتى التربية الإسلامية. فضلا عن عدم وجود ساحات رياضية في بعض المدارس، هذا أيضا معوق، وقلة الملاكات التعليمية ذات الاختصاص سواء بالذات. طيب ماذا عن هموم المعلم أو المدرس، يعني أيضا بالحسبان هذه؟ احنا نشوف المعلم منذ التسعينات إلى الآن لم يمتلك قطعة أرض. يعني مهمش تقصد؟ مهمش. احنا العلم يخرج أجيال. أجيال. أنا من خلال عندي كتاب عنوانه إعلام تربوية رياضية، وكتاب آخر هو الإشراف الاختصاصي والتربوي. فكنت أزور بعض الأحياء اللي هي مثل القادسية، مثل الزهور،
اجي اجد انه معلم مساحه البيت مالته 600 متر. نعم. جمعيه اعطته الارض. هاي قبل. قبل. نعم. كان عنده سياره هاي الفوكس واجن يجي بيها. وقرض من قبل الدوله في بعض الاحيان. نعم. ما عنده حق الارض. نعم. ياخذها بالتقسيط، فعندما ياخذ القرض يسدد جزء. نعم. ويعفون عن جزء. ويعفون عن نعم. عن جزء. فتلقى هاي البيوت اليوم الحياه الراقيه معظمها هي للمعلمين. نعم. للمعلمين. اليوم احنا من التسعينات الى الان المعلم لا يملك شبرا في هذه المدينه او في العراق بشكل عام. الدوله كان اعطت ظهرها للمعلم. اهم عنصر هو عنصر السكن. نعم. عنصر السكن لكل نعم. المعلمين. نعم. اليوم المعلم بدون سكن. نعم. بدون ضمان اجتماعي. الدخل ماله ضمان صحي ايضا يحتاج ضمان الدخل ماله اليوم اصبح لا يغطي نفقات حياته اليوميه اسوة ولهذا البعض يضطر الى اعطاء دروس خصوصيه او ممارسه اعمال اخرى لا. بعد الدوام يشتغل تاكسي مثلا دوام رسمي تاكسي محلات صناعه كذا من اجل توفير لقمه العيش لابنائه. طيب المجلس القادم برايك يحتاج وجوه شبابيه؟ طبعا هو عماد كل بلد هو الشباب. نعم. هم عماد المستقبل و... طبعا. نعم. فلابد ان يكون في هذا المجلس واعتقد اكو فرصه كبيره لوصول عدد من الشباب الى مجلس المحافظه. نعم. انا اشوف بعض الشباب لديهم مقبوليه بالشارع. نعم. ومقبوليه لدى ابناء مناطقهم فاعتقد راح يحصل عدد من الشباب، لكن المفروض في سواء بالبرلمان او في مجلس المحافظه كما خصصوا كوتا للنساء نعم. يخصصون كوتا للشباب. نعم. طيب راح يستطيعون المنافسه مع اسماء كبيره، اسماء لها خبره، عملت في مجلس نواب، عملت في مجلس محافظه سابقا، راح يستطيعون المنافسه هؤلاء الشباب؟ والله مو الجميع. نعم. اكو بعض الشباب نعم. نعم منافس قوي. نعم. لكن هي المساله هي عند المال السياسي. نعم. المال السياسي هو اليوم جاي يحدد البوصله تجاه سين أو صاد. نعم. فالشباب اللي لا يملك مال سياسي مدعوم كتلة سياسية قوية فرصته وصعوده جدا ضعيف. طيب يتقبلهم الشارع اليوم كوجوه شبابية ممكن يعني عندهم طموحات عندهم رؤى ممكن يغيرون شيء من الواقع يتقبلهم الشارع؟ 100% يتقبلهم أكثر من الشخوص. نعم. والوجوه القديمة اللي ذاك كانت في مجلس المحافظة. طيب راح ينافسون هاي القوة التقليدية اللي عندها جمهور ثابت جمهور يعني مع كل انتخابات يتفاعل معها مع طروحاتها مع شعاراتها؟ أعتقد إذا وصلوا إلى مجلس المحافظة نعم. يستطيع أن كل شاب منهم نعم. أن يكون له جمهور نعم. ينافس الأقوياء لأن هي 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 سنة هي تداول نعم. يعني نعم. اليوم هو يملك هذا الجمهور لكن الجمهور مو دائمي نعم. دورة دورتين يضمحل و نعم. كما صعد سريعا يعني يختفي سريعا حتى طيب. هذه الكتلة اللي احنا نشوفها اليوم كبيرة بالساحة ورموز وشخصيات ونواب ويدعمون شخصيات مهمة بأموال طائلة جدا أنا أعتقد هذه الرموز السابقة ما راح تحقق تلك النتائج اللي هم كانوا طيب أستاذ جاسم الجميع اليوم من الأخوة المرشحين يسعى إلى كسب الأصوات بأي طريقة المهم يعني يكسب الأصوات وتكون الكتلة هي الأعلى ويحاول أنه ينافس بشيء ماذا عنك يعني كيف تستطيع أن تكسب الأصوات وفق ما موجود 629 مرشح تقريبا 20 كتلة وبعضها كتل عتيقة قديمة يعني لديها خبرة في العمل السياسي؟ هذا سؤال جدا مهم طبعا وأكثر من مرة سئلت عنه. أنا أقول دائما قوة كل مرشح اليوم النقطة الأولى القبيلة نعم والقرية نعم توفر له أصوات حتى وإن كانت من عدة قبائل نعم والمنصب اللي يستغله نعم والمال السياسي نعم وبعض الأحزاب الداعمة له. ايش عندك من هذني الخمسة؟ أنا ما أملك مقومات الخمسة هذه ولا موجود ولا مقوم لكني أملك شيء آخر نعم. لأن شخصية عامة لكل أبناء هذه المحافظة بشكل نعم. عام بكل نعم. أطيافها نعم. ولذلك راح تجيني قوة من القبيلة نعم. تجيني قوة من القرية تجيني قوة من النخب المثقفة النخب الدينية نعم.
فمن كل جزء عندي جزء. نعم. فبالنتيجة عندي جمهور يختلف عن الآخرين. نعم. يعني جمهوري مو محدود. نعم. بقرية. نعم. أو قبيلة. نعم. أو لا، أنا جمهوري محافظة نوية بشكل عام. من كل جزء من هذه الأشياء أنا عندي جزء. تجتمع كلها. تجتمع تكون رصيد. جاسم عبد الشلال. ولهذا أنا دائما أحدد، حتى أستطيع أن ما لا أستطيع أن أقول عدد الأصوات اللي أنا سوف أحصلها بالمجلس المحافظة. نعم. جمهوري ثابت. نعم. يعني أعرف فلان 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 واثق من عندهم. واثق من عندهم، هذا جمهوري. نعم. وممكن أتفاجأ بجمهور آخر. نعم. ممكن يجي. نعم. طيب الوعي اليوم السياسي الثقافي الاجتماعي لأهالي نينوى عموما مركز مدينة الموصل، كيف تقرأ تطور عن السابق؟ وصل مرحلة نوعا ما من النضوج. احنا كل مواطن موصلي هو سياسي. نعم. من خلال أتحدث عن الانتخابات ويحلل كذا. نعم. لكن المشكلة مو بالتحليل. نعم. المشكلة بالتطبيق. نعم. المشكلة بالتطبيق اليوم. نعم. عندما أنتصر لابن القبيلة على حساب عدم قدرته. نعم. لإدارة أي ملف من. نعم. الملفات اللي. نعم. اللي ممكن تعرض أمامه. نعم. في مجلس المحافظة. نعم. إذا فاز، هذا معناته وعيه مو بالمستوى اللي يريده. نعم. احنا اللي نريد الوعي ان يكون للمشروع. نعم. لابد ان يكون وعي الشارع بشكل عام لابناء محافظه نينوى بشكل عام بكل اطيافهم نحو المشروع اللي تحمله هذه القائمه. يعني جنابك تقصد انه البرنامج الواضح. برنامج الواضح. برنامج الواضح. نعم. كثير منهم من اجل مال سياسي. نعم. أو من أجل تقديم خدمة اجتماعية له في قابل الأيام. نعم. يسعى يقول أريد يكون لي أحد أبناء قريتي أو أبناء. نعم. قبيلتي، يصل مجلس المحافظة من أجل إنجاز بعض الأمور الإدارية داخل المناطقية. المحافظة والمناطقية السنة اللي، لكن على حساب ماذا؟ على حساب المحافظة جملة وتفصيلا. نعم. فهذا الوعي إحنا نريده يرتقي أن يفكر بمستوى أعلى من هذا المستوى اللي هو اليوم عليه. طيب يعني كتل عديدة طرحت شعارات رنانة، يعني تعتقد أنه تقنع الناخب هذه الشعارات أم أن الناخب مل من هذه الطروحات ويريد عمل؟ يعني المواطن يقول لك أنا أريد عمل، أريد أستاذ جاسم أريد أشوفه بالميدان لابس بدلة وواقف العفو يا جماعة المجاري وابو البلدية يتابع لي المشاريع متلكة، يحاسب لي فلان، يحاسب لي فلان مدير دائرة ليش أكو تلكب بعمل دائرتك، هذا الروتين، هذه البيروقراطية، الناس تريد هذا. لو تتفاعل مع هذه الشعارات برأيك؟ الشعارات ما لها تأثير على الساحة. بالنسبة في بعض الشعارات ممكن المواطن قاعد يضحك على هذه الشعارات من يشوفها ملصقة. نعم. مع صور المرشحين. نعم. في هذه في الشوارع اللي منتشرة. نعم. او في كل ارجاء. نعم. المحافظة. هموم المواطن تختلف عن هموم السياسي. نعم. هم المواطن اليوم يريد شارع نظيف. نعم. يريد مدرسة عدد تلاميذ واحلامه بسيطة الشارع. يريد 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 مستوصف يراجع الدواء، يريد. نعم. مستشفى يروح ما يذل فيه. نعم. ويبحث عن أي مثل البروستول اللي يدخل المستشفى يخرج كأنه مستشفى أهلي. نعم. كل شيء من الصيدلية اللي أمام. نعم. المستشفى. نعم. فالمواطن الموصلي يريد خدمات اليوم. نعم. يريد بناء، يريد. نعم. إعمار. نعم. يريد تعليم، يريد صحة، يريد يعني كل الخدمات اللي ممكن هو يشوفها في أماكن أخرى. نعم. يريد أن تكون. طيب هذه مو حق المواطن على الدولة. كل واحد حسب الرؤية اللي هو يحملها. طيب يعني اليوم حق المواطن على الدولة هذه. طبعاً حق المواطن. اليوم مثلاً نجي على حي مثل حي الانتصار. هذا الحي الكبير اللي يمثل أكبر حي في نينوى، لا يوجد شارع واحد مبلط. حتى يعانون مشكلة المجاري. هسه الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي داخل الحي السائد واحد والسائد الثاني مهمل. متروك. نعم. وكذلك كثير من الأحياء. نعم. الأخرى. إحنا اليوم المواطن كل واحد حسب همه، اللي عنده مريض همه أن يكون مستشفى.
اللي يطلع ويشوف شارع امام بيته ما مبلط همه الشارع. اللي يفوت على ابنه بالصف بالشعبه الواحده والصف الواحد 50 و60 والى 100 همه ان يكون عدد التلاميذ اقل. وذبح البرد بهالبرد لا صوبه ولا تدفئه. فكل مواطن له هموم طبعا واكو هموم عامه مختلفة. لكل ابناء المحافظه تختلف، لكن كل واحد حسب احتياجاته الخاصه. اكو مواطن اليوم يريد له سكن. اكو مواطن يريد بظل هاي الازمه السكن الخانقه يريد كهرباء، بس انه يجي كهرباء حتى يتخلص من معاناه المولد. اكو مواطن يعني يبحث عن صوبة يدفى بها بهذا البرد او مشمع يخلي فوق بيته. فكل واحد اليوم عنده هموم، لكن بشكل عام هي هموم هذه استحقاقات للمواطن على الدولة وعلى أبناء يعني بلده. طيب احنا انت نزحت وانا نزحت وشفنا بلاد اخرى من نشوف التجارب الاخرى ونريد نقارنها ما موجود، رغم انه لدينا اموال اكثر مما لديهم، لكن ما نعاني من سوء التخطيط برايك؟ اكيد وكل سوء التخطيط. سوء التخطيط واسناد الامر الى غير اهله. طيب يعني ذكر جنابك انه الناخب يريد خدمات وهذا من حقه، يعني من ابجديات الحياه. جنابك كيف تقنع الناخب اليوم انه ينتخب السيد جاسم؟ كيف تدير حملتك الانتخابيه مع نخب، مع شخصيات، مع الانسان البسيط، مع الاخوه التدريسيين، الكوادر التعليميه، كيف تقنعهم بحملتك الانتخابيه ومشروعك؟ انا مشروعي الاول اقول اعد ابناء محافظتي اني لا اسرق. النقطة الأولى أني لا أسرق. ثم أكون إن شاء الله الصوت الهدار والمدافع عن حقوقهم داخل مجلس المحافظة كما عاهدوني هم في كل المحافل اللي أنا موجود بها قبل ترشحي. وكذلك أنا أعمل مع زملائي الآخرين من أجل تطوير هذه المحافظة. أستاذ جاسم استأذنك بفاصل بعد ذلك من الحوار. هذا الكلام فاصل قصير ثم نعود. شاهد الكرام اهلا بكم جديد. استاذ جاسم نرحب بك مره اخرى في الطريق للمجلس. استاذ جاسم اليوم الناخب يدرك اهميه صوته، هذا الصوت الامانه حتى لا يهدر بشكل خاطئ، يروح الى غير شخصيات، ولازم يتمعن يدقق ويكون هدفه فلان من الناس، لانه عنده سي في، عنده عمل، عنده كثير من الامور الايجابيه اللي تاهله ان يكون عضو مجلس محافظ. الناخبين انواع. بعضهم يدرك هذا الصوت. ولذلك تتعب معاه من اجل اقناعه للتصويت لك او لغيرك. هذه يعني يستهلك جهد كبير من عندك من اجل تحصل منه عدد من الاصوات القليله. بعض الناخبين يبحثون عن المال السياسي. موجود هذا. البعض الاخر لا. كما تحدثنا قبل قليل عن الانتصار القبلي. والعشائري. بعضهم لا، توجه حزبي. مع الحزب ومرشح مرشح الحزب. فهؤلاء مقسمين كما قلت الى عده اقسام. لكن احنا بشكل عام يهمنا انه كل مواطن اليوم يعرف من يصوت لمن، وهذا الذي يصوت له هل يكون امين على صوته مستقبلا في قابل الايام من اجل تطبيق البرنامج الذي وعد به الجمهور. أو كان أمين على مقدرات هذه المدينة في مشاريعها، في أموالها، في تقلد المناصب اللي ممكن تحدث مستقبلا، في كثير من الأشياء. هل هذا ممكن أن يكون كما يريد أم لا؟ إحنا اللي يعني رسالتي طبعا لكل أبناء محافظتي العزيزة، أقول هذا الصوت هو أمانة، شهادة أمام الله. فأنت مسؤول عن هذه الشهادة. إذا أعطيتها لفاسد
راح تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى إذا أعطيت لغير نزيه أو لإنسان شريف نظيف لكن إمكانياته لا تؤهله أن يدخل هذا المكان. فهذا أيضا وحرمت شخص آخر من الممكن أن يكون هذا الشخص لديه القدرة على تغيير واقع هذه المدينة من خلال وجوده في هذا المجلس راح يكون تقصير. طيب ليش تجسم البعض يؤشر أو تسمع يقول لك فلان مواطن باع البطاقة مالته، فلان مرشح يبحث عن شراء بطاقات، يعني شوف هاي حالة صحية أنه المواطن يبيع صوته؟ طبعا صوت احنا الأمان. يوميا عشرات الرسائل تجينا تشتري بطايق. نعم. نقول لا. نعم. كيف تتعامل معها؟ نقول لا احنا ما نشتري بطايق، يعني بكل أريحية. نعم. شلون السالفة كذا؟ نقول ما نشتري. نعم. بطايق. انت تعرفني؟ لا ما اعرفك. نعم. نتحاور معه، لكن هذا مخلي فكرة براسه هو بيع البطاقة. نعم. فما نتعبك كذا، نسد الموضوع معه ويبحث عن شخص آخر. نعم. لكن نسمع من الآخرين. نعم. أنه أكو بعض الشخصيات. نعم. بعض الكتل يشترون بطائق انتخابية، بعض الجهات المعينة تفرض على بعض الأشخاص التابعين لها. نعم. من أجل 10 بطائق 15 بطاقة يجيبها. نسمع. نعم. يعني كلام بالشارع يدار. كلام بالشارع يدار. نعم. نسمع يعني. نعم. من هذا. طيب قبل الانتخابات السابقة واللي يعني سبقتها، المرأة الموصلية كانت يعني ما تشارك بالانتخابات بقوة، النساء معدودات. اليوم ما شاء الله النساء يعني كثر في هذه الانتخابات، يعني دكتورات، مهندسات، شخصيات عامة. تشوف هاي حالة صحية أن المرأة بدأت تشارك بالعمل السياسي وممكن ينتج شيء عن طريق هذه المرأة؟ والله أنا أشوف حالة جدا صحية. نعم. لأن المرأة نصف المجتمع. نعم. قبل كان محصور كما قلت على عدد قليل. نعم. جدا من الشخصيات. نعم. اللي احنا لاحظنا في كل انتخابات. نعم. اليوم لا، على العكس من ذلك. نعم. هناك بعض الأشخاص من الششخصيات المعروفة والبارزة. نعم. إما ينزل أخته للانتخابات. نعم. أو زوجته. نعم. أو هذه يعني كسر حاجز نوعا ما اللي هي مسألة عدم مشاركة المرأة بالانتخابات. نعم. بالعكس هذه حالة جدا 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 صحية. لا تتوقع العفو أستاذ جاسم أنه راح تفوز أكثر من شخصية بهذه الانتخابات؟ أنا أتوقع يقنعنا الناس. أنا أتوقع بعض النساء ممكن تحصل مقعد خارج الكوت. نعم. خارج الكوت. نعم. هو خارج الكوت أنا أقصد. نعم. ممكن تحصل. ممكن ممكن. نعم. نعم. طيب إيش راح تقدم المرأة الموصلية إذا كانت وحدها في مجلس المحافظة؟ مو يجب أن يكون مثلاً أكثر من سيدة في هذا المجلس حتى؟ أكو نسبة ربع المجلس. نعم. هو من النساء. نعم. لكن اللي لاحظناه خلال الدورات السابقة ونتمنى أن لا يكون خلال هذه الدورة، إن هي دائما تكون يعني نقول معظمهم حتى، والبعض لا غير منقاد. نعم. منقادي للكتل والأحزاب انقياد كلي. نعم. على حساب مشروعها الانتخابي. نعم. أو على حساب أفكارها ورؤاها. نعم. وما ترى مناسب. نعم. من العمل. فنتمنى من خواتنا اللي إن شاء الله سوف يدخل المجلس المحافظة أن تحكي الصورة مغايرة للصور اللي النساء اللواتي سبقا. نعم. في مجلس المحافظة. نعم. أنه لا تكون عنصر فعال جدا ومؤثر ومشارك بقوة ومتمرد على الكتلة والحزب اللي أوصلها. نعم. حتى تثبت جدارة من أجل استحصال حقوق كثير لنساء هذه المدينة. أستاذ جاسم، المرأة العراقية يعني على مدى التاريخ صبورة، امرأة قوية. المرأة الموصلية عانت كثيرا في نينة وعانت كثيرا، يعني شوفها دير البيت، تعمل، تحمل المسؤولية بشكل كبير. يعني إذا كانت في مجلس المحافظة هذه المرأة ممكن أنه تكون سند قوي وتقدم شيء، والمرأة بطابعها يعني تكون حنونة من تشوف سلبيات تحاول أنه تعالج، يعني البعض يعول على هذا. بشكل عام هي المرأة الموصلية دائما مرأة منضبطة مرتبة. نعم. يعني شو نقول مثقفة نوعا ما. نعم. حريصة. حريصة.
إضافة إلى الرأفة والرحمة الموجودة في في قلب هذه المرأة. لكن هذه المرأة كما سبق أن قلنا يجب أن تتخلى عن السيطرة الذكورية عليهم. إحنا مجتمع شرقي. هذه السيطرة الذكورية اللي تكون في اتخاذ قرارها، في حركتها، في تنقلها، في تبني المشاريع، في تبني الزيارات معينة، في مجال يعني حمل رسالة معينة أو هموم معينة لأبناء المدينة. فضلا عن لابد أن تكون هي أيضا تحمل مشاريع معدة مسبقا من أجل إنصاف المرأة بشكل عام في محافظة. طيب أستاذ جاسم، خلال حملتك الانتخابية التقيت بالكثير من الناس، من الشخصيات، يعني بيوت فقيرة، بيوت متوسطة، نخب، عندك أصدقاء تربويين. هاي اللقاءات تأثر بالمناخ السياسي الاجتماعي الثقافي لهؤلاء الناس من خلال ما تطرح؟ احنا بعض الأشخاص اليوم يصوت للشخص بغض النظر عن برنامجي. اليوم أنا مقتنع بشخص أستاذ عبد الناصر، أنا مع عبد الناصر. البعض الآخر لا، يبحث عن مشروعك اللي أنت الناضج تبحث. البعض الآخر يتمنى وصولك إلى مصدر حتى يستفيد منك، حتى يستفيد منك. البعض الآخر يعني مناصر لك من أجل أن تصل إلى المكان اللي أنت تطمح له، وأيضا هو يرى أنك من الممكن عندما تصل إلى هذا المكان ممكن تغير على الأرض وتخدم مدينتك. فهذه اللقاءات وكنت تفاوت بين شخص وشخص، وكما سبق قلنا بين هموم شخص وشخص. يعني أكو شخص أنت مثلا تواصلك على مدى سنوات معه من أجل رعايته أو دعمه ماليا، معنويا، ماديا، يعني يتمنى وصولك، يقول من أجل أنه إذا وصل هذا المكان راح يدعمني أكثر ويقضي كثير من حاجاتي اللي أنا اليوم ما يستطيع أن يلبيها لي في هذا المكان. البعض الآخر لا، يقول أنا أريدك تصل هذا المكان من أجل تغير كثير من الأشياء داخل محافظة. طيب اليوم الشباب المرشحين من ضمنهم جنابك تمتلكون رؤية سياسية ناضجة لما بعد الفوز بالانتخابات من أجل يعني نيل وما تعاني من المشاكل، هذه الرؤية كيف تتبلور لدى هؤلاء؟ والله هذا محمد، هذا حسبتني على الشباب نعمة من الله. يعني أنت الشباب إن شاء الله، شباب القلب والروح. حسبتني على الشباب نعمة من الله. يعني هذه إحنا بالنسبة لنا سبقا في هذا اللقاء قلت لا نملك المال السياسي. المال السياسي عنصر مهم جدا، يغير، نعم لا يغير 100%، لكن 30% 40% له تغيير على وربما يعمل توجه تجاه شخص، يغير معادلة، يغير معادلة. احنا اللي نزلنا على الساحة اليوم كمرشحين جدد ولأول مرة نمارس هذا النشاط نفتقر هذا المال السياسي، إضافة إلى الخبرة في إدارة الحملة الانتخابية مالتك، إضافة لرؤية الآخرين نظرتهم تجاهك. البعض ينظر لك يقول هذا مثلا فائز، يجي معه يندفع له بقوة على أمل أنه فائز، يقول أنا أترك بصمة معه من أجل أنه عندما يفوز ممكن يلبي لي كثير من الأشياء المتطلبات. بعض الآخر يقول له هذا غير فائز، وربما يكون قريب منك جدا بحكم العلاقة الاجتماعية والصداقة والعشرة على مدى سنوات، ينحى منحى آخر. ما تأثر كل هذه؟ كلها ما تأثر. لا احنا انا قلت انه كل واحد لديه جمهوره الثابت. اليوم انت من تنزل الانتخابات تعرف نفسك اذا عندك جمهور او ما عندك جمهور. استاذ جاسم وقتي انتهى، بس عندي سؤالين قصيرين بالإجابة. الوصول الى المجلس وفقها المعطيات اللي ذكرنا وفق التنافس راح يكون سهل ام صعب؟ صعب جدا، صعب لكثر عدد المرشحين اللي يغطون جميع ارجاء المحافظه. طيب رسالتك لاهلك في محافظه نينوى ماذا تريد ان توصل؟ تفضل. انا رسالتي لابناء المدينه اكثر من رسالتي لابناء المحافظه. عموم المحافظه، رسالتي لابناء المدينه هو النزول والمشاركه الفعليه الفاعله.
لأن هم الثقل الرئيسي اللي موجود من أجل وصول شخصيات تحمل إرث تاريخي ثقافي اجتماعي أسري تمثلهم وتمثل أصواتهم الحقيقية اللي موجودة. وأيضا رسالتي الثانية أنه يجب اختيار المرشح المؤهل اللي يستطيع أن ينتزع الحقوق ويحافظ على هوية هذه المدينة وقرارها السياسي والإداري. هذين الأمرين جدا مهم، هي المشاركة واختيار الأصلح. إن شاء الله. المشرف التربوي الأستاذ جاسم عبد الشلال النعيمي مرشح تحالف حسم الوطني لانتخابات مجلس محافظتنا، شكرا جزيلا لحضورك وتعاونك، نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله وأنت وباقي الأخوة المرشحين من أجل يكون عندنا مجلس محافظة قوي ومتعاون ومتجانس من أجل نينا واللي عانت الكثير. شكرا جزيلا، بارك الله بك. شكرا جزيلا. أنا أشكرك أولا وأشكر قناة الموصلية اللي هي قناة كل بيت موصلي، وصراحة أنا من خلال هذه القناة عندي عدة لقاءات سابقة أوصل صوتي الثقافي والاجتماعي والتربوي لكل أبناء المحافظة. دائما في خدمة الجميع. شكرا جزيلا لكم وشكرا للقناة وكادرها. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج طريق المجلس، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كذا العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.